تعتبر شجرة جوز الهند بأنها شجرة استوائية، وهي شجرة مشهورة تنمو على شواطئ الساحلية. ويعتبر شجر جوز الهند أحد المصادر الغذائية للإنسان من خلال ثمارها المفيدة والشهية والتي لها فوائد كثيرة، وتتميز بإنتاجها المستمر على مدار العام، حيث إنها تختلف عن باقي الأشجار الموسمية، وتصبح شجرة جوز الهند جاهزة لإنتاج الثمار بعد زراعتها بثلاثة إلى ستة سنوات. ومن هذه الثمار تستخلص ماء جوز الهند أو حليب جوز الهند، أو يمكن الاستفادة منه مجففاً. يتم إحضار ثمار جوز الهند الناضجة والطازجة، ويتم قطفها يدوياً أو باستخدام آلات خاصة، ثم نقوم بتقشير الثمار من الشعر الذي يغطي الثمرة. بعد ذلك نقوم بفتح الثقوب الثلاثة الموجودة في أعلى الثمرة، ويتم تفريغ الماء الموجود داخل الثمرة أو ما يسمى بحليب جوز الهند، ونستخدم هذا الحليب في صناعة بعض الحلويات أو بشربه أو باستخلاص الزيت منه. ثم نقوم بكسر قشرة جوز الهند أو الغلاف الخارجي، ونستخرج منه اللب الأبيض الداخلي أو ما يسمى بالثمرة الداخلية. بعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة. يفيد تناول جوز الهند الحفاظ على صحة الإنسان وعلى مستوى الكوليسترول في الدم أيضاً، كما ويفيد الرياضيين الذين هم بحاجة إلى طاقة.